تمام. ده شيت 3 بيتكلم عن الكمام. طالب مني كذا حاجة، 1 2 3 4، وطبعا طالب الأربع حاجات دول ليه كذا سؤال، ولنفرض مثلا بارت ايه، فبارت ايه او اللي تاخد دي الحاجات اللي هي الجبن، ودي الحاجات اللي هي required. تمام. طيب هو طالب مني ايه في بارت ايه؟ مديني الفانكشن in terms of المينترم، السميشن اوف مينترم، وقال لي اوبتمايز يوزنج الاس او بي. طيب مبدئيا اهم نقطه المفروض نعرفها ان علشان اشتغل بالكيماب لازم يكون قدامي ماب اشتغل عليه، لازم يكون قدامي الريكتانجلر ده اللي انا بشتغل عليه، لازم يكون قدامي، يا اما هو يديهوني يا اما يديني حاجه والحاجه دي انا اجيب منها الماب. تمام. يا اما يديني الماب يا اما يديني انبوت اجيب منه الماب بعدين ابدا اشتغل عشان اعرف اجيب الاس او بي. تاني شيت 3 بيتكلم عن الكي ماب، بيقول لي اوبتمايز. اول ما بشوف كلمه اوبتمايز او بشوف كلمه ماب بعرف على طول ان لازم يكون قدامي ماب، لازم يكون قدامي الريكتانجولر ده اللي احنا بنشتغل عليه ونفيل فيه السيلز بتاع التروث تيبل. تمام. الماب دي يا اما هو يداني جيفن يا اما يديني اي حاجه، ومن الحاجه اللي هيداني دي اجيب منها الماب. دي اول حاجه لازم تعملها. خلاص. فالانبوت اللي هيجيبه لك مثلا سميشن اوف مين تيرم، سميشن اوف ماكس تيرم، او الجبريك فورم، اي واحده من دول كل واحده منهم هتحولها الاول لماب بعدين تبدا تشتغل. خلاص. فلو فرضنا مثلا ان هو هنا عايز، لو انا عايز احل السؤال الاولاني واجيب الاس او بي، لو انا عايز احل السؤال الاولاني وعايز اجيب الاس او بي، يبقى لازم الاول احول السؤال بتاعي ده لماب. الفانكشن بتاعتي عباره عن كام فاريبل؟ 2 فاريبلز. يبقى الماب بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 في 2. تمام. اللي هي ايه؟ بي. ودي الفالوز للايه اللي هي 0 و1، ودي 0 ودي 1. بيقول لي المين تيرمز، المين تيرمز اللي عندي اللي هي 1 و2 هي اللي هحط فيها وحيد. المين تيرمز اللي هي، لان المين تيرمز بترتب ازاي؟ 0 1 2 3. مين تيرمز في الجريد اللي فيها 2 ماب، اللي فيها 2 انبوت، بتترتب 0 1 2 3. تمام. انا بقى عايز احط عند الاماكن اللي فيها 1 والاماكن اللي فيها 2 احط فيها 1، يبقى دي 1 احط هنا 1 واحط هنا 1. تمام. طيب دي كده انا حولت السؤال بتاعي، السؤال ده حولته لجريد. دي اول خطوه لازم تتعمل، بعدين اشوف هو طالب ايه. يبقى مبدئيا اول ما بقرا السؤال بلاقي السؤال فيه كلمه اوبتمايز، يبقى لازم كده ستيب زيرو عندي ان انا، ستيب زيرو ان انا اجيب الماب، اجيب الماب بتاع الكيماب. تمام. الانبوت اللي جاي لك، جاي لك على هيئه سميشن اوف مين تيرم، جاي لك سميشن اوف ماكس تيرم، الجبريك فورم، يجي على اي شكل يجي لك بحول الشكل ده لماب عشان اعرف اكمل المساله. تمام. طيب دي الستيب رقم زيرو ان انا بجيب الماب. هو بقى طالب مني ايه في ستيب نمبر 1؟ طالب مني عايز اجيب الاس او بي فورم. الاس او بي فورم بتساوي المين تيرمز اللي عندي مجموعه على بعض. تمام. المين تيرمز اللي عندي مجموعه على بعض، يعني دلوقتي السمشن اوف مين تيرم 1 و2، مش هقول 1 زائد 2، لا هقول المين تيرم الواحد الاولاني، مين تيرم رقم 1 الريبريزنتيشن بتاعه عامل ازاي بالنسبه لاي وبي. طبعا انا بريبريزنت المين تيرم على هيئه اي بي، ده المين تيرم الاولاني ام 1، والمين تيرم 2 فعملت ريبريزنتيشن على هيئه اي بي، وابدا اشوف احط نوت ولا لا، بس هيبقى جنبهم ايه؟ زائد.
تمام. انا عندي من الترم الاولاني وعندي من الترم الثاني. من الترم الاولاني بعمل ريبيتيشن باي بي والثاني باي بي، احطهم جنب بعض في ما بينهم ايه بلس، ده كده انا بعمل ريبيتيشن للاس او بي. طيب هل كده خلص؟ لا، بشوف المين ترم الاولاني هل هو اي بي ولا واحد ولا اي حاجه فيهم فيها بار. في العادي انا كنت بشوف البار في الـ في الـ في شيت 2 او في الليكتشرز، بشوف ان احط بار ولا لا لما كان قدامي تروث تيبل. انا هنا ما فيش قدامي تروث تيبل، بعرف ازاي ان انا احط بار او لا من الماب؟ بسيطه. انا دلوقتي باخد الانبوت ده اللي هو بريبريزنت بالاي بي او الايمين تيرم الاولاني، واشوف قيمه الاي بتاعتي، قيمه الاي بتاعتي كانت بكام؟ كانت بزيرو، يبقى احط هنا بور. هنا كانت قيمه البي كانت بكام؟ كانت بواحد، مش هحط عليها بور. هاجي هنا هلاقي قيمه الواحد كانت بواحد فمش هحط عليها بار، لكن قيمه الزيرو هنا كانت قيمه البي كانت بزيرو فاحط هنا بور. تاني، انا في السؤال الاولاني بيقول لي اوبتمايز يوزنج الاس او بي، جبت الستيب نمبر زيرو، جبت الجريد، ابدا اطبق الاس او بي بتساوي السمشن اوف المين ترم بساحتي. هقول ام 1 زائد ام 2؟ لا، هقول الشرح الام 1 شكلها عامل ازاي والام 2 شكلها عامل ازاي. تمام. الام 1 دايما بتكون عباره عن الانبوت بتاعي، كل الانبوت مجموع معمول له اندنج مع بعض، الانبوت بتاعه اي بي فيبقى اي بي، والمين ترم الثاني هيبقى اي بي برضو، بس لسه اشوف حته البار. البار بحطها على حسب الفاريبل ده موجود في الجريد اتغير ولا لا خلال الانبوت. فانا هنا عندي الواحد دي والواحد دي، الواحد دي كانت قيمتها بالنسبه للاي، الاي كانت قيمتها بكام؟ كانت بزيرو. طبعا عارفين المين ترم الديفولت بتاعه واحد، فهنحط ايه؟ هنحط بار. تمام. هنيجي هنا عند الواحد دي كانت قيمه الاي هنا بواحد وقيمه البي هي اللي بزيرو، فهحط البار، هي البار على البي. اوكي، ده الاس او بي. طيب البي او اس، البي او اس ان انت هتبدا تعمل جروبنج للزيروز وتعمل البرزنتيشن الفورم على هيئه الماكس تيرم. طبعا الجريد لما يكون اماكن هنا وحيد يبقى اكيد دي الاماكن اللي فيها صفار، يبقى انت عندك المين تيرم، عندك الماكس تيرمز ايه؟ هنا عندك ده كان زيرو وده كان زيرو، انا عندي الماكس تيرم الاندكس بتاعه زيرو، من الماكس تيرم زيرو، وهنا الماكس تيرم الاندكس بتاعه 3، فعند الام 3 الام زيرو. بعمل لي ريبريزنتيشن ازاي؟ ان هو عباره عن الاي بلس البي. ما عملتش لسه اي حاجه فيهم فيها اور، هخلي الاي عليها اور ولا لا، او البي عليها اور ولا لا، على حسب قيمه الايه بعمل انا جروبنج للواحد لوحده والواحد هنا برضو لوحده. الواحد ده الريبريزنتيشن بتاعه اي بلس بي، اي بلس بي، والاي مش هيبقى عليها بار والبي مش هيبقى عليها بار، لان الاي كانت بزيرو والبي كانت بزيرو والديفولت بتاع الماكس تيرم زيرو. تمام. نيجي عند الام 3، الام 3 دي كانت قيمه هيبقى ايه بلس بي، والاي هنا كانت بواحد والبي هنا كانت بواحد، يبقى دي عليها بار ودي عليها بار، من الديفولت بتاع الماكس تيرم زيرو. تمام. عايزه بقى احط البي او اس، البي او اس، البي او اس هتساوي الاي بلس بي، وهنا الاي بلس بي بار. تمام.
ده كده البي او اس. نلاحظ هنا في السؤال رقم 3 ده لما قال لي فايند المين تيرم والماكس تيرم، احنا في العادي بنجيب المين تيرم والماكس تيرم من التروث تيبل، اوكي؟ بس احنا هنا عرفنا نجيب المين تيرم والماكس تيرم من الجريد، اوكي؟ قلت لك ان الام 0 دي عباره عن الاي بلس بي، والام 3 عباره عن الاي بلس بي، كل واحده فيهم عليها بار، ودي المين تيرم اللي هي الام 1 والام 2. الام 1 بتساوي الاي بلس بي، الاي بار بلس بي، والام 2 بتساوي الاي بي بار. بي باور، تمام؟ ده بالنسبه لازاي بجيب المين تيرم. في العادي بجيب المين تيرم وترو ستيبل، لكن لو في طريقه ثانيه ممكن اجيب المين تيرم من الجريد، اوكي؟ هنا بيقول لي درو اتس لوجيك دايجرام باي تو ديفرنت ويز، يعني ارسم لي اللوجيك سيركت باستخدام طريقتين مختلفتين. طبعا الطريقتين دول هيبقى الاس او بي والبي او اس. اس او بي والبي او اس، يعني هاخد البي او اس وارسمه والاس او بي وارسمه. تمام. طيب ال اس او بي ارسمه ازاي لو انا عايز ارسم ال اس او بي؟ خلي ال A كده وال B كده. فإجابة السؤال ده find the min term وال max term هي ال M1 بتساوي A بار B، وال M2 بتساوي A B بار، والماكس تيرم الام 0 بتساوي A بلس B، والام 3 ال A بلس B بار. تمام. الاماكن اللي في الجريد اللي فيها الفانكشن بزيرو هي الماكس تيرم، الاماكن اللي في الجريد اللي فيها الفانكشن واحد هي المين تيرم، وبحطها دايما الانبوت معمول له اندنج، وده الانبوت معمول له اولنج. طيب بدرو اللوجيك دايجرام باستخدام الاس او بي. الاس او بي عندي ال A بار B بلس ال A B بار، يبقى هاخد واير من ال A نوت وعمل لهم اند، تمام؟ وهيبقى عندي ال A B بار، يبقى انا هعمل ال B بار، هعمل ال B نوت، واخد واير من ال A B بار، واخلي الاثنين دول معمول لهم اند. بعد كده هاخد الاوبوت من الاند دي والاند دي واعمل لهم ايه؟ واعمل لهم اوف. دي كده الاف، اوكي؟ طيب لو عايز ارسمها ك بي او اس، اخلي الايه هنا، بيقول لي البي او اس عبارة عن الاي بلس بي والاي بار بلس بي بار. الاي بلس بي انا هاخد واير من الاي واير من البي واعمل لهم الاثنين ايه؟ واعمل لهم الاثنين اوفر، تمام؟ طيب هاجي لدي الاي بار بلس بي بار، ادي الاي بار، وادي البي بار، وار من هنا وار من هنا، واعمل الاثنين دول اور، تمام؟ ولو بتاع الاثنين دول هعمل له اند. ده كده انا رسمت اللوجيك دياجرام باستخدام تو ميثودز. ده البارت A، اوكي؟ لو طالب ان انا اكرر نفس السؤال لبارت B، هو هنا بيقول لي الاف الاف اوف A، الاف اوف B بيساوي الماكس تيرم الماكس تيرم 0 و1 و3، تمام؟ هفل الجريد ستيب نمبر 0، هفل الجريد باستخدام المعلومه دي. واحط اصفار في الاماكن اللي هي 0 و1 و3.
وبعد كده هجيب المطلوب اللي هو الاولاني اوبتمايز يوزنج الاس او بي، اجيب الاس او بي يعني اركز على الوحيد. السؤال ده جميل بقى، انا عايز احل البتاع ده عشان في ناس كتير سالت فيه في الكويز. خلينا نحل السؤال، خلينا نحل نفس السؤال ده في ال طيب. هو دلوقتي طالب مني انا بحل ده، اوكي، قلنا سليم نمبر زيرو ان انا بكرييت الجريد، والجريد بتاعتي طالما الانبوت بتاعي 2 هيبقى عبارة عن 2 في 2. تمام، بروح على الاماكن اللي فيها 0 1 3 اللي هي طبعا بصورة الجريد عندي 0 1 2 3، بروح عند الاماكن اللي هي 0 1 3 واحط فيها 0، احط هنا 0 واحط هنا 0 واحط هنا 0. تمام، طيب يبقى دي ستيب نمبر زيرو ان انا بكريت الجريد. بكريت الجريد ازاي؟ بشوف هنا ايه المعلومه اللي مديها لي، مديني برودكت اوف ماكس تيرم، فانا مليت الجريد بصفار، ده معناه ان المكان ده فيه ايه؟ المكان ده فيه واحد. تمام، اول مطلوب بقى طالب مني ايه؟ يعني هو مديهولي ضرب الماكس تيرم، اول مطلوب طالب مني الاس او بي، يعني الناس اللي بتربط البرودكت اوف ماكس تيرم بالبي او اس، مش معنى ان انا اديتك البرودكت اوف ماكس تيرم يبقى مش هينفع اطلب منك غير البي او اس بس، لا، انا مدياك الانبوت بتاعك ده علشان تفيل الجريد. فرق بين الانبوت والاوتبوت، فرق بين اللي انا مديهولك عن اللي انا عايزاه. اللي انا مديهولك البرودكت اوف ماكس تيرم، برودكت اوف ماكس تيرم انا مديهولك علشان تفيل الجريد بس. بعد كده بقى انا طالبه منك ايه؟ طالبه منك الاس او بي. الاس او بي يعني اشوف اماكن الوحايد اللي موجوده في الجريد، تمام، عشان اجيب الاس او بي علشان اجيب الاس او بي لازم اجيب المين تيرمز الاول. المين تيرمز هي الاماكن الفانكشن اللي فيها وحايد، دي المكان ده بس. يبقى عندي المين تيرم ايه؟ 2. المين تيرم 2، المين تيرم 2 ده اعمل له ريبريزنتيشن ب A and B. هل في بار ولا لا؟ لسه مش عارف، بس لازم يبقى شكله اكيد ايه؟ A B. اوكي، بعرف ازاي بقى مين فيهم بار؟ بشوف هنا الواحد دي قيمة ال A كانت بكام؟ كانت بواحد، تمام، مش هحط عليها بار. طب قيمة ال B كانت بكام؟ كانت بزيرو، هحط هنا بار. ده كده ايه؟ ده كده المين تيرم رقم زيرو. طب لو عايز اجيب الاس او بي، الاس او بي هتساوي الاي بي 4، مفيش هجمع عليها حاجه تانية لان هي المنت واحد. ممكن تسميها برضو السميشن اوف مين تيرم زيرو، يعني سوري 2، لان ده المين تيرم 2، يعني ممكن تحطها بالشكل ده، تحطها بالشكل ده. تمام، ده كده اجابه السؤال بتاع الاس او بي. يعني هو ممكن يديني البرودكت اوف ماكس تيرم ويطلب مني الاس او بي. تمام، هنا بقى طالب مني البي او اس، المطلوب الثالث او الثاني طالب مني البي او اس. البي او اس ابص على اماكن الزيروز اللي موجوده في الجريد، الاماكن اللي فيها زيروز هي الاماكن دي، دي ودي ودي. تمام، الاماكن دي بقى بعمل لها حاجه اسمها جروبنج، بعمل جروبنج للاماكن دي. اوكي، ما بعمل لها جروبنج
بكومباين التو زيرو التو زيروز دول مع بعض وبكومباين التو زيروز دول مع بعض. تمام؟ according to the merging rule او the grouping rules. طيب هعمل grouping الاثنين دول مع بعض هيبقى ال الجروب الاولاني. الجروب الاولاني بيساوي ايه؟ لو انا بصت على الجروب ده هيبقى عباره عن ايه؟ ايه اللي اتغير وايه اللي ما اتغيرش؟ هلاقي ان ان الاي ما اتغيرتش لكن البي اتغيرت، يبقى هيساوي ايه بار؟ لانها ما اتغيرتش كانت قيمتها زيرو. طيب الجي 2 الجروب الثاني الجروب الثاني اللي هو ده هلاقي ان الاي اتغيرت لكن البي هي اللي ما اتغيرتش وكانت قيمتها بايه؟ واحد. هيبقى بي، هيبقى البي او اس عباره عن الاي مضروبة، سوري الاي بار مضروبة في البي، لان انا بعمل ضرب لحاجات مع بعض. طلع الاليمنت الاولاني مش عبارة عن حاجات مجموعة على بعض، خلاص عادي. تمام؟ يبقى ده البي او اس اي بار والبي. هو اصلا وانا بحل المطلوب الثالث فايند المين تيرم والماكس تيرم عشان احل الاس او بي والبي او اس كنت محتاج اجيب المين تيرم والماكس تيرم، فجبت ال اجابه السؤال ده فايند المين تيرم، هيبقى المين تيرم الثاني اي بي بار. طيب الماكس تيرم هي عباره عن ال لو عايز اجيب الماكس تيرم تبقى الام صفر، ده المكان اللي فيه زيرو، ده المكان اللي فيه زيرو اللي هو ام واحد، وده المكان اللي فيه زيرو اللي هو ام تلاتة. بس كده لا، بحطهم ايه متفرطين او بحطهم بالتفصيل. تمام؟ المين ترم الاولاني دايما بحطه عباره عن A بلس B، وبعدين اشوف احط اور ولا احط بار ولا لا. A بلس B، وده برضه هيبقى A بلس B. وده عباره عن A بلس B. طيب امتى احط بار او انا احط بار ولا لا؟ في الاليمنت ده مش هحط بار، هيبقى A بلس B لان الديفولت بتاعه زيرو. وهنا A بلس B حط على الـ A بس هي اللي بار، لأن كانت قيمة الـ هنا في الزيرو ده قيمته A، الـ A كانت بزيرو والـ والـ B كانت بواحد، يبقى A بلس B بار. تمام؟ طيب الـ M تلاتة عبارة عن الـ A بلس B، ده عليها بار وده عليها بار. أوكي؟ طيب لو عايز أرسم الـ الـ logic diagram، طب عايز ارسم اللوجيك ديجرام باي تو ديفرنت ماشين، يعني ارسم الاس او بي والبي او اس. تمام؟ والبي او اس طيب خليني مثلا ارسم الـ SOB، هيبقى عندي الـ A، هيبقى عندي الـ A وعندي الـ B. الـ A الـ SOB عبارة عن الـ A B بار، يبقى هخلي للـ B بار واخد واير من هنا وواير من هنا واعمل بينهم AND، والريزلت دي هي اللي هتبقى F. اوكي؟ طيب لو عايز ارسم البي او اس، ما عندي هنا الاي وعندي هنا البي. طيب
بيقول لي اعملي ايه بار بي، يبقى البي او اس بتساوي ايه بار بي، هيبقى الايه هعمل لها بار، والبي هاخد واير منها واعمل الاثنين دول اند، لو بتاعهم هيبقى على طول اف. الفانكشن دي ما فيهاش اور ولا حاجه لان هي بسيطه، هو البي او اس طلع بسيط جدا، ما فيهوش تيرمز كتير تتجمع على بعضها او تيرمز كتير تتضرب في بعضها. اوكي، فده السمبليفايد وده السمبليفايد. تمام. طيب عايزه بس اكد برضو على حاجه، امتى بعرف ان هو دلوقتي بيسالني على الاس او بي بتاعه الكي ماب اللي هو البسيطه جدا؟ طبعا احنا بنتفق ان الاس او بي فورم لازم يكون فيها كل التيرمز مجموعه على بعض، يعني الاس او بي المفروض يبقى A مثلا AB plus AB A bar B plus AB bar plus AB أي حاجة، المهم إن لازم يبقى كل التيربس موجودة لو الـ input بتاعها طبعا كان إيه 2 inputs. ده اسمه SOB. لما أنا أطلب منك SOB ويطلع لي بالمنظر ده A B بار ومش مجموعة عليها ترمز كتيرة، يبقى ده simplified. ده simplified. تمام. فما امتى بعرف بقى ان انا طالبة منك ال SOB form او ال optimize SOB form؟ في الشيت الاولاني قال لي represent the boolean function as SOB form، فكنت بطلع A plus B كتير، يعني A B bar مثلا دي كده جنب بعضها كتير، لكن أنا هنا جالي ترم واحد بس. أول ما بشوف في السؤال كلمة optimize أو كلمة map أو كلمة K map أو simplify أو simplified، أعرف إن هو إن أنا هيكون قدامي grid. لما يكون قدامي grid الأوتبوت بتاعها هيكون simplified. تمام؟ يبقى الـ SOB form اللي بتيجي من بوليان فانكشن لازم يكون شكلها لازم اشتغل على التروث تيبل واطلع فورم مش سمبليفاي بس شكلها SOB، يعني شكلها حاجات ترمز مجموعه مع بعض. تمام. لكن السمبليفايد SOB بتبقى عباره عن SOB form بس مش لازم يكون ايه فيها ترمز كتيره جنب بعضها، ممكن يبقى ترم واحد. اوكي، ده بالنسبه لاجابه السؤال ده. بالنسبه طبعا للسؤال ده انا مش هجاوبه قوي يعني، بس بالنسبه للسؤال ده قلنا طبعا ستيب نمبر زيرو ان انا السؤال زي كده حل في المحاضره، اللي هو يجي لي الجبريك فورم وبعد كده اكون الجريد منه، بشوف فين في الجريد الترم اللي بيبان بالكونديشن ده واحط فيه. ماشي ماشي، ممكن احلها. يبقى لو انا حليت السؤال ده السؤال ده فيه اربع اسئله مختلفه، السؤال ده هتلاقي فيه سمشن مين ترم دي كتيره هنا اهي، وهتلاقي السمشن في ماكس ترم، هتلاقي السمشن في ماكس ترم اهي، وهتلاقي الالجبريك فورم. تمام. الالجبريك فورم دي يا اما تلاقيها بالمنظر ده يا اما تلاقيها بالمنظر ده. اوكي، عارفين طبعا بنحل ازاي او بنفل الجريد ازاي بالطريقه دي، بشوف الاماكن اللي بتماتش الواحد والاثنين دي واحط فيها وحيد، وهنا بتشوف الاماكن اللي بتماتش الحاجات دي واحط فيها صفار لانها سمشن في ماكس ترم. وهنا بقى بشوف الاماكن اللي بعمل جريد وبشوف الاماكن اللي في الجريد دي اللي بتنابي الكونديشن ده واحط مكانها وحيد، وهنا احط مكانها صفار، ده وحيد وده صفار. انا عرفت هنا ان انا بحط وحيد ليه؟ لان ده سمشن اوف مين تيرم، والمين تيرم يعني وحيد. هنا بشوف الاماكن اللي بتنابي الكونديشن ده واحط بدلها صفار، صفار ليه؟ لان دي سمشن اوف ماكس تيرم، ماكس تيرم يعني ايه؟ يعني صفار. هنا عرفت ازاي ان انا بفيل الجريد بالكونديشنز دي بوحيد، لان دي ترم مجموع عليه ترم، ومفروض بقى بعد كده تجمع عليه ترم. طالما تيربس مجموعه على بعض، مجموعه الاوبريشن اللي بتتكرر جمع، يبقى ايه؟ يبقى بفيل الجريد بوحيد. هنا
جمع وضرب، يعني في ترم، في ترم تاني، وفي اللي ما بينهم ايه؟ ما بينهم ضرب، يبقى ايه؟ يبقى هقفل الجريب بزيرو. تمام، السؤال زي كده حليناه في المحاضرة. يبقى زي ما كنا خدنا قبل كده ان احنا نحاول نميز ما بين الانبوت اللي جاي لي ان هو سمشن اوف مين تيرم او ماكس تيرم، وهو طالب ايه، هي ايه برضو لازم تميز ما بين الاثنين دول. هو ممكن يجي لك تو تيرمز مجموعين على بعض، فانا افهم ان انا في البوحيد، بفيل الجريب وحيد، وبعد كده اشوف هو طالب مني ايه. ممكن اصلا هو طالب مني بي او اس، بي او اس يعني اركز على الاصفار تاني، عادي خلاص مش مشكله. خلينا نبدا من الاول. لو هو طالب مني احل المساله دي، احل المساله دي اول ستيب نمبر زيرو ان انا هفل الجريد. الجريد بتقول لي ان انا اف اي وبي يبقى تو فاريبلز اي بي، صفر واحد صفر واحد. بروح على مكان الفانكشن اللي هي فيها اي بار بي واحط فيها واحد، تمام، لان انا عندي الاور دي. بشوف فين في الفانكشن السيل دي، طبعا دي كذا سيل، صفر واحد اثنين ثلاثة. مين في الاليمنتس دي اللي هحطها بواحد؟ انا اول ما بشوف الشكل ده بعرف ان انا هقفل بواحد. بحط واحد بقى فين بالظبط؟ دي كذا حاجه، يعني في ستيب نمبر زيرو انا بعرف ان انا هقفل الجريد. هقفل الجريد بايه؟ بوحايد، يعني قفل، اعرف ان انا قفل الجريد. قفل الجريد بايه؟ قفل الجريد بوحايد. فين؟ عند المكان ده وعند المكان ده، تمام. فين بقى المكان ده اللي هو ايه بار بي؟ ايه بار بي يعني عند لما الايه كانت بصفر والبي كانت بواحد. الايه كانت بصفر، اللي كان بصفر اهي، والبي كان بواحد. احط هنا ايه؟ احط هنا واحد، تمام. طيب عند الترم ده الاي بي، يعني لما كان الاي بواحد والبي بواحد، بواحد وواحد، احط ايه؟ الاي كان بواحد هنا والبي كان بواحد هنا، يبقى احط واحد هنا، تمام. انا كده عملت مليت الجريد، مليت الجريد، مليت الجريد بوحايد، وعرفت فين احط الوحايد فين، تمام. اول خطوه بقى او اول مطلوب عايزني الاس او بي. الاس او بي السمبليفايد اس او بي، هو عايز اس او بي، انا عايز سمبليفايد، عامل جروبنج، تمام. احنا في السؤال قبل كده عملنا جروبنج عادي، بس كان بنعمل جروبنج الاليمنت واحد فما كانش ايه ظاهر. طيب بتعمل جروبنج، بعمل جروبنج للتو اليمنتس دول مع بعض، وبشوف الاس او بي بتساوي ايه. لما انا بعمل جروبك الاثنين دول مع بعض، بلاقي ان الاي اتغيرت في الكولمز في الروز، بس البي ما اتغيرتش، فالاس او بي بتساوي البي، تمام. وهتساوي البي مش البي نوت، لان البي كانت قيمتها بكام؟ كانت البي قيمتها بواحد. ده الاس او بي. طيب لو كنت عايز اجيب البي او اس، يبقى مميز ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت. هو ممكن يجي لي الشكل على اي، على اي شكل، سمشن اوف مين تيرم زي ما جاء في الكويز، سمشن اوف مين تيرم او سمشن اوف ماكس تيرم او الجبريك فورم. الجبريك فورم ممكن تبقى اديشن او الجبريك فورم على هيئه مالتيبليكيشن، اي فورم من الاربع حالات دول. الطرق دي بتعرفني بفيل الجريد ازاي، بس بعد كده ببدا اشوف المطلوب. عايز اس او بي بجمع وحي او بعمل جروبنج الوحي، عايز بي او اس بجمع جروبنج الاصفار، الاماكن اللي هي الثانيه اللي مش وحي، تمام. طيب عايزه بي او اس بعمل جروبنج ليه؟ جروبنج هنا الوحيد، وبعمل هنا جروبنج لايه؟ للصفار. صفر صفر، هعمل جروبنج للصفرين دول، تمام. هيبقى طبعا في الاي، الاي موجوده في الروز اتغيرت، لكن في الكولم البي ما اتغيرتش، فالبي او اس، البي او اس بتساوي البي بس البي بور.
تمام. لو هو هنا طالب مني رقم 3، طالب مني المينتر. المينتر هي الاماكن الفانكشن اللي فيها وحيد، اللي هو المكان ده والمكان ده. المكان ده اسمه واحد ام واحد، ده اسمه ام ثلاثة. يبقى عندي مين تيرم واحد، عندي مين تيرم ثلاثة. مين تيرم واحد اسمه ايه ومين تيرم اتنين اسمه ايه؟ انا عندي تو فاريبل، زي يبقى عبارة عن اي بي، ده يبقى عبارة عن اي بي. مين فيهم عليه بار؟ هنا الواحد دي كانت الاي كانت بزيرو، فهيبقى الايه ببار، تمام. وهنا في الواحد ده كانت الايه كانت بواحد والبي كانت بواحد، هيبقى الاثنين مش عليهم بار، تمام. لو عايز اجيب ماكس تيرم هتبقى ام كابيتال، ام كابيتال زيرو وام كابيتال اتنين. ام كابيتال زيرو كانت عبارة عن a بلس b ديفولت، يعني تقول a بلس b، وهنا برضو الديفولت انك تقول a بلس b. بعدين اشوف مين فيهم اللي اتحط عليه بار، هيبقى ال a بلس b في الترم الاولاني a بلس b عادي، لان الديفولت هنا كانت ال a بزيرو وال b بزيرو في الترم ده، فهيبقى هتبقى a بلس b عادي، لان ايه الديفولت كان بزيرو. هنا a بلس b كان ال a كانت بواحد، هيبقى احط على الواحد بار، وال b كانت بزيرو، فيبقى الواحد تفضل زي ما هي، يبقى ده الماكس تيرم. اوكي، رقم 4 بقى هو عايز اللوجيك ديجرام، ارسم اللوجيك ديجرام. طبعا انا مخيره ارسم باي طريقه، بس هو هنا بيقول لي ارسم باستخدام تو ديفرنت ميثودز، يعني الاس او بي والبي او اس. خليني ارسم مثلا بال اس او بي. الاس او بي بيقول لي ان الاف بتساوي البي، فانت هتعمل هنا ايه؟ وهتعمل هنا البي، وتاخد واير بس من البي، وتروح قايل ان هي بتساوي الاف، تمام. طب لو عايز ارسم البي او اس، البي او اس بتقول لي بي بار، يعني هاخد الايه هسيبها كده، يبقى عندي هنا الايه وعندي هنا البي. هعمل للبي بار ويبقى هي دي الاف، تمام. ده إجابة السؤال رقم سي في السؤال الأولاني، تمام. يبقى لازم تميز ما بين أنت بتفيل الجريد إزاي، وما بين هو طالب منك إيه. ممكن يعني تفيل الجريد وحيد يطلب منك بي او اس، يبقى تبدأ تركز على الصفر، تمام. طبعا لو عايزين نحل السؤال ده، انا ما كنتش عايزه امسح، بس هضطر امسح لو عايزين نحل السؤال ده بالكامل، عشان دي السؤال ده فيه 4 حالات مختلفه، فنحله بقى مش مشكله. السؤال رقم دي لو عايز اعمل ستيب نمبر 0، هي ان انا بعمل بملي الماب، الماب بتاعتي بيقول لي في اف اوف اي وبي، فيبقى عندي جريت عبارة عن 2 في 2، هنا 0 1، هنا 0 1. طبعا ده الرقم 0 1 2 3. بيقول لي اعملي فيلينج للجريد، طالما الترمز دي الترم ده مضروب في الترم ده، يبقى انا هفل الجريد في المكان ده بصفر وفي المكان ده بصفر. عرفت الصفر منين؟ لان هو عباره عن انت، خلاص بفل الجريد بصفر. فين بقى هيبقى في صفرين دلوقتي، صفر في المكان ده وصفر في المكان ده. طيب
فين المكان اللي في الـ في الـ في الجريد اللي بيقول ان الـ A بلس B، يعني اللي هو الـ A لما تكون بزيرو والـ B تكون بزيرو، هو المكان ده، فحط هنا زيرو. طب هنا الـ A كانت بواحد لانها A بار، وهنا كانت الـ B بزيرو، واحد وزيرو، يبقى واحد وزيرو ده ده، تمام. هنعمل هنا كده، ولما نيجي هنلاحظ ان السؤال ده هو نفس السؤال اللي قبله، وطبعا اكيد انا كده في الاستيب الاولانيه مليتها بس، لكن لما اجي اجيب اس او بي او بي اس هيطلع نفس الحل اللي فات، اوكي؟ فكويس عشان خاطر الوقت. انما هي دي طريقه او دي رابع كيس ممكن تجي لي ازاي بفيل الجريد فيها، ان انا ممكن الترمز بتاعتي تكون مضروبه فين؟ مضروبه في بعضها، مضروبه في بعضها يبقى فيل الجريد بصفار. الـ A بلس B ده معناه ان الـ A بصفر والـ B بصفر. الـ A أور B الـ A بار بلس B ده معناه ان الـ A كانت بواحد والـ B كانت بصفر، اوكي؟ طيب. طيب السؤال الثاني، map the following true table into its corresponding k-map. بيقول لي اعملي فيلنج للحاجات دي كلها في الماب الاصليه بتاعتها، تمام. انا ممكن افتح الحل، طيب انا عندي دلوقتي اربعة جريدز A و B، اربعة ترو ستيبل A و B و C و D، والمفروض ان السؤال ده مثال بس على ازاي بصورت الجريد الاليمنتس في الجريد. انا عندي الجريد بتاعتي بس اطلع فوق كده شوية. طيب انا الاليمنتس عندي بتترتب صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. عايزة افل الجريد اللي هي عبارة عن، طبعا دي ترتيبها صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. عايزه لو انا عندي جريد عباره عن ثلاثه فاريبلز بتبقى ترتيبها
صفر 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 واحد 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 صفر صفر واحد. ترتيبها صفر واحد اتنين تلاتة. شوف انت في التابل بتاعك ده انت مرتب صفر واحد اتنين تلاتة كده، الأماكن دي مترتبة كده في التروس تيبل، مترتبة بقى في الجريد بشكل مختلف، صفر واحد تلاتة اتنين أربعة خمسة ستة سبعة. تمام؟ شوف بقى، أنا بس مش شايفة أول إليمنت. واحد واحد هنا، واحد واحد صفر واحد صفر واحد 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 صفر. أول إليمنت كان واحد واحد، فهيبقى الإليمنت رقم صفر واحد ده هيبقى هنا واحد وهنا واحد. بعدين اتنين تلاتة صفر واحد، هنا عندي تلاتة اتنين يبقى هو يبقى واحد صفر. تمام، خلصنا التلاتة. أجي أربعة خمسة، أربعة خمسة يعني الأربعة والخمسة ده هفضلوا موجودين زي ما هم. أربعة خمسة صفر واحد هيبقى صفر واحد. بعد كده ستة سبعة صفر صفر، ستة سبعة صفر صفر. طبعا هنا ايه؟ صدفة يعني. طيب لو فرضنا ده صفر زي ما احنا ماشيين كده. طيب لو عايز افل الجريد دي، هنا الاليمنت الاولاني ده صفر، الاليمنت الاولاني صفر، عشان بس انا مش مصير عندي. طيب عايز الفيل الجريد، الفيل الجريد الاليمنت ده صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر. الجريد اللي هي، تمام احنا خلصنا السؤال ده عشان بس اكتب في المكان ده. طيب عايزة أفل الجريد اللي هي المثال رقم بي وسي ودي، التلاتة دول عبارة عن أربعة فاريبلز، هيبقى جريد عبارة عن أربعة في أربعة ستاشر. تمام، الجريب بترتب صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، هنا بقى تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر، يفضل أنت ال 15، يفضل صفر واحد تكتب هنا في الجنب كده برضو عادي، يعني يفضل تكتبها إيه في الجنب عشان يعني تكتبها أو ما تكتبهاش، بس أنت بتكتبها لو أنت عايز تسهل على نفسك أو أنت عايز ما تغلطش، إنما هي مش لازم يعني. فأنا لو عايز أفل ال دي في الجريد دي يبقى عبارة عن صفر واحد أول إيليمنت، ده الاليمنت رقم صفر واحد، ده اتنين تلاتة أربعة خمسة. صفر واحد بنزل زي ما هو عادي، هنا هنا صفر واحد هنا صفر واحد، فيبقى عبارة عن من الصفر كان قيمته صفر والاندكس رقم واحد كان قيمته واحد. تمام، طيب نيجي عند اتنين تلاتة عبارة عن صفر صفر، أنا برضو هعمل كده بس هتبقى كده.
يبقى عبارة عن صفر صفر. بعد كده هاجي عند الأربعة والخمسة والستة والسبعة. الأربعة والخمسة هتتعمل بالترتيب، لكن السبعة الستة والسبعة هتعمل بالعكس. طيب الأربعة والخمسة، الأربعة والخمسة هنا كانت صفر واحد، فهحط صفر واحد. الستة والسبعة كانت صفر صفر، هتبقى صفر صفر. طبعا ده السؤال رقم بي. طيب بعد كده تمانية تسعة عشرة حداشر. تمانية تسعة صفر واحد، هيبقى تمانية تسعة صفر واحد. وبعد كده عشرة حداشر واحد واحد، ادي عشرة وادي حداشر. طيب اتناشر تلاتاشر صفر واحد، ده يبقى صفر وده يبقى واحد. هنا صفر واحد بس اربعتاشر خمستاشر، يبقى اربعتاشر صفر، فده يبقى صفر وده يبقى واحد. تمام، ده لو انا عايزة افل الجريد بتاعتي في بارت بي. انا كده مليتها باصفار وحايد على حسب الحاجة اللي موجودة عندي، بناء على التركيب المفروض اللي يكون في دماغي. تمام، ده الترقيم بتاع بارت بي. صفر واحد صفر صفر، صفر واحد صفر صفر، صفر واحد صفر صفر، بعدين صفر واحد وواحد واحد، صفر واحد واحد واحد، وبعدين صفر واحد صفر واحد، صفر واحد صفر واحد. تمام، ده بارت بي، وهكذا طبعا بالنسبة لبارت سي وبارت دي. السؤال هنا جايب لي true table وقايل لي optimized using ال SOP form و optimized using ال POS form. طبعا اتفقنا ان اول step لازم تبقى عندي ان انا احول الحاجة اللي جايه لي لماب.